بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول العلماء إن عملية تشكل الألوان في جناحي الفراشة يعتبر معجزة بحد ذلك، وهذه العملية فائقة التعقيد، وهي تتم على أعلى مستوى وبنظام وفق قوانين فيزيائية محكمة، وتشكل الألوان وسيلة دفاعية لعالم الفراش وعالم الكائنات الصغيرة الحشرات، حيث تظهر بأشكال مختلفة تناسب البيئة التي تعيش فيها. ويعجب العلماء من دقة هذه الصناعة ويتساءلون من الذي نظم هذه العمليات، ثم يخرجون بنتيجة إنها المصادفة العشوائية، أو يقول أحدهم إن الطبيعة، ولا نعرف أين هي الطبيعة، ما هي الطبيعة لا يعرفون. ثم آخر شيء يقولون إن هذا المخلوق يخلق نفسه بنفسه وينظم نفسه بنفسه. ونحن نقول أيها الأحبة، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.